أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في فقرة الإنشاد والابتحالات الدينية. أرحب بالمنشد والمبتهل الديني عبد الرحمن أحمد سيد رجب. أهلا وسهلا يا شيخ عبد الرحمن، شرفتنا في برنامج جمال القرآن الكريم. سمعنا إيه النهاردة يا شيخ عبد الرحمن؟ إن شاء الله هناخد فاصل من الابتهالات بإذن الله. تفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهي جئت يدفعني خشوعي، وعدت إليك تسبقني دموعي، إلهي إن لي حملا ثقيلا من الأوزار تحمله ضلوعي، فيا من بابه واسع البرايا، تقبل توبتي وقبل رجوعي، فيا من بابه واسع البرايا تقبل توبتي يا رب، يا من بابه واسع البرايا تقبل توبتي وقبل رجوعي، فما لي مشتكى إلا لربي، وما لي رفعة إلا خضوعي، فسامحني بعفوك يا إلهي، فسامحني بعفوك يا إلهي، فسامحني بعفوك يا إلهي، بحق المصطفى الهادي شفيعي سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم امين، صلى الله عليه وسلم. شكرا يا عبد الرحمن، جميل يا عبد الرحمن، كنا نتمنى نسمعك اكتر واكتر، بس الوقت ضيق ان شاء الله. في ختام هذه الحلقة أنوه مرة أخرى، من أراد أن يشارك معنا من القراء والمبتهلين والمنشدين والشعراء والخطباء فليتواصل معنا على الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة لكي نقوم بمشاركته في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة المباركة، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في أولادهم وفي أموالهم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. كما الشكر أيضا موصول إليكم أعزائي المشاهدين، أترككم في رعاية الله وأمنه إلى أن ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله.
دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.